متواصل ايها الحبيب الكريم مشاهدينا الاعزاء بحضراتكم مستمرا في هذه الانطلاقات الصباحيه، بينما شوطنا الثالث يسير المخصص للقعادين الفطامين المشتركات في هذا الميدان، ميدان سيف العرب لانطلاقات السباقات الاجن. على بركه الله نقترب من المركز الاول، وهنا الهده غدير بن خادم الزرعي يحتل المركز الاول، المركز الثاني قصايد علي بن يابر من مصلح الاحبابي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث وصلت الان الشاهينيه سعيد بن خليفه بن شطيط العويسي، والمركز الرابع وصلت الان الشايبه السهيل بن عبيد بن يميع. هكذا يا الحبر الكريم أربع مراكز أولى، ولكن نعود إلى الحبابي لا زال مسيطر، علي بن يابر بن حمد بن مصلح الحبابي مع قصايد، قصايد لا زالت المسيطر على المركز الأول، بينما المركز الثاني الواصلة الآن الشاهينية سعيد بن خليفة بن شطيط العويسي، العويسي واصل خذ المركز الثاني، المركز الثالث يا سلام هاي سلهودة علي بن حمد بن حنزاف المري، ولكن الله يا القصايد الله يا قصايد لا زالت مسيطرة، قصايد في شوط والانطلاق، علي بن يابر بن حمد بن مصلح الحبابي يحتل المركز الاول، لكن اشوف سعيد بن خليفه بن شطيط العويسي العويسيه يحتل المركز الثاني، الله يا الشاهينيه الشاهينيه، ولكن قصايد والشاهينيه وقصايد، ولكن الشاهينيه سيطرت، الشاهينيه انطلقت، سعيد بن شطيط بن سعيد بن خليفه بن شطيط العويسي حرك 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 حرك، الشاهينيه راحت مع الناموس، راحت مع الفوز، راحت مع الانتصار، الله سلام عليك يا بن شطيط، سلامي عليك على هذا الانتصار الجميل والاداء المميز، حيث استحقت ان تكون بطلة هذا الشوط، سعيد بن خليفه بن شطيط العويسي سلامي عليك، سلامي على السلطنة على الفوز والانتصار الجميل المستحق، الفارق كبير بينها وبين المراكز الاخرى، ما شاء الله تبارك الله، صارت انطلقت فازت، ولكنها في النهاية حققت الانتصار الكبير، سعيد بن خليفه بن شطيط العويسي تهانينا على الفوز والانتصار، المركز الثاني قصايد علي بن يابر من مصلح، والمركز الثالث مشاهدين الاعزاء مبارك بن محمد الحرسوسي، المركز الخامس هذه اللي وصلت شاهينيه سعيد بن عواض بن خويتم. التوقيت الزمني عموما على كل حال مشاهدي الاعزاء نهني ونبارك للشباب الفائزين جميعا.